انا لي انا كنت اصلا عضوه في كان في كردستان لا في اتحاد نساء كردستان بهال في هذه الفتره من البدايه، لكن بعد انه عرفوا انه موجود حركه نشطه ماركسيه طبعا ضايقه وايا، يعني اصلا كانوا نوع من الارهاب موجود ضدنا. خليني هسه نقطه اي يعني لان عمرك 20 سنه صرتي يعني رئيسة اتحاد طلبة اقليم كردستان، لا نساء كردستان مو رئيسة، لان امينة عام كانت موجودة عضو بالسكرتارية سكرتيرة، لان اكو اتحاد امينة الطلبة. عام سي زكي اسمع الحقيلية كانت عضو بمجلس الحكم زين اي، وبعدين انا السكرتيرة زين، يعني فرق يعني هي الرئيسة وانا بالتنفيذي يعني السلطه التنفيذيه تمام.